بص، واحنا بنحب الاستقرار عندنا في مصر، بنحب الاستقرار بعينينا بصراحه، حتى لو الاستقرار ده كان وهمي، حتى لو الاستقرار ده ما كانش حقيقي واحنا نفسنا عارفين انه مش حقيقي، بس احنا شايفين الامور مستقره. ازاي؟ لا يا باشا، احنا هنا في مصر ما لناش كتالوج. الناس كلها عارفه ان الزمالك مليان مشاكل، وعارفه ان الزمالك فيه مشاكل كتير جدا 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 ما بين اللعيبه واللجنه الفنيه واللعيبه والاداره حاليا واللعيبه والاداره السابقه والفلوس اللي اللعيبه ليهم عند النادي، وعارفين ان النادي مليان مشاكل. النادي كسب امبارح تذكر الكيني 1-0 في كينيا. المفترض ان لعيبه نادي الزمالك كلها خلاص دلوقتي متفقين ان احنا هنركز في الملعب ونسيب المشاكل اللي بره الملعب. خلصنا على كده، يجي بقى كابتن الفريق يجي عامل مشكله مع المدير الفني، كابتن الفريق اللي هو حازم امام يجي عامل مشكله مع المدير الفني عشان خاطر ما لعبش، ويكسر ازاز غرفه الملابس، ويتقال ان هو اتخانق مع اللعيبه جوه الاوضه، وده اللي سربه المنسقه الاعلاميه بتاعه تذكر الكيني. يعني احنا ما نعرفش اي حاجه، قاعدين كده في امان الله. المنسقه الاعلاميه بتاعه تذكر الكيني نزلت صوره غرفه خلع الملابس في نادي الزمالك ان هي فيها ازاز مكسور، ازاز مكسور وازاز كتيره جدا مترميه على الارض. ده معناه ان كان في مصيبه حصلت في الاوضه جوه. بص، غرفه الملابس بالنسبه لعالم كره القدم هي غرفه فيها اسرار كتير جدا، وغرفه دايما مليانه مشاكل بالنسبه للانديه، بس احنا عندنا هنا في مصر مفيش اسرار يا باشا. يعني في توتنهام قبل رحيل مورينيو كان في لعيبه كتيره جدا قلب عليه باستثناء هاري كين وسوم، والكلام ده اتسرب بعد رحيل مورينيو، وغرفه الملابس كانت قلبه على الراجل، مفيش اي حاجه حصلت ولا في اي مشكله حصلت. انما هنا في مصر بقى يا باشا، لا، كل حاجه معروفه يا باشا، معروفه ان كالترون مش مدرب ذكر ومال عين اللعيبه دي، كالترون مدير فني مش مال عين اللعيبه دي، كالترون اللعيبه بتضيع جوه الملعب وعارفه ان هي كده كده هتلعب، وده معناه ان العيال في الملعب دول شاربين عليك انت كمدير فني، وده معناه انك محتاج مدرب عام قوي. وسام نبيه كان قوي وغشيم بس كان مخوفه، انما انت طاري شويه مع اللعيبه، واللعيبه عارفه القصه دي وعارفه كويس قوي ان كالترون بيحبهم، وكالترون مدير فني شخصيته يعني مش كام ده اخر حاجه، فكالترون مدير فني يسمح لك انك تعمل اللي انت عايزه وانت كده كده ضامن مكانك في الملعب. فانت دلوقتي عندك مشكله، الناس اللي ما بتلعبش شايفه ان في لعيبه بتلعب وسيئه وما بتتغيرش، فمفترض ان هم زعلانين. انت دلوقتي يا تعدل، ودي حاجه صعبه بالنسبه لبدرس كالترون، يا تروح تجيب مدرب عام قوي يخوف اللعيبه دي. والمشكله في ايه؟ ان المشكله بتيجي من كابتن الفريق حسن امام. حازم امام يا جماعه يجب ان هو يا يمشي يا يتم العقوبه معاه، ده المفترض في الكوره. انما احنا هنا ندفن دماغنا زي النعامه ونقول ما حصلتش اي حاجه، اصل هو الواد هركليز جه يفتح الباب اتكسر في ايده الازاز يا جماعه. يخرب بيتك، حتى خايف في تبريرك للموضوع. يا جماعه ارحمونا بقى، عايزين تحلوا مشاكل الزمالك اعملوا انتخابات لنادي الزمالك، عايزين تحلوا مشاكل الزمالك خدوا قرارات قويه بالنسبه لاي حد بيغلط، انما هتقعدوا تدادوا وتطبطبوا وتدلعوا ولا عمرها في حياتها هتلاقي فيها استقرار حقيقي، هيفضل دايما الاستقرار وهمي، واي حد بيتكلم في اي حاجه يقول لك انتوا عايزين تهدوا استقرار النادي، فين يابا الاستقرار اللي احنا عايزين نهده ده اساسا؟ انا عجبك الفيديو اعمل لايك، وما عجبكش تعالى نهد استقرار القناه ونعمل ديسلايك.